طيب كابتن وسام، عايز ابدا معاكي وهبدا معاكي في اللي قلته دلوقتي، انه انت عايشتي الكره النسائيه تقريبا طوال سنوات تاسيس الكره النسائيه في مصر من اول يوم، وانا عارف كمان انت صاحبه اول هدف في الكره النسائيه. انا اول كابتن منتخب مصر واول هدف رسمي في كره القدم النسائيه في مصر. يعني التاريخ كله معاكي، تاريخ الكره النسائيه كله في ايديكي. الحمد لله. انت عشتي فترات كان الكره النسائيه فيها ما فيهوش ازدهار، الناس مش عارفه بالكره النسائيه، حتى كمسؤولين في الكوره في مصر ما بيهتموش بيها، وبرضه عشتي الفترات الاخيره اللي بدا يبقى فيه انديه وبدا يبقى فيه فرق ولاعبين ومنافسات وبطولات افريقيه، انت عشتي كل ده. قولي لي اللي انت عشتيه في الماضي وشايفه ازاي اتحركنا لحد ما وصلنا للمرحله دي. هو الاول احنا ما كانش فيه انديه، الاول بدانا بمنتخب مصر. هيك. طبعا كان ليها الرياضه في ده دكتوره سحر الهواري، هي عملت اول تكوين فريق كره قدم نسائيه في مصر، وبدات تجمعهم من المحافظات، يعني محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، اسماعيليه، بدانا نكون. فالهرم بقى بالمقلوب، يعني الاول كان المفروض طبيعي ان انت بتكون انديه وبعدين تكون منتخب مصر. لا، احنا الاول عملنا منتخب مصر واشتركنا في اول بطوله افريقيه اللي هي 98. هي. وبعد كده بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا بدات نعمل انديه، موضوع الانديه. طبعا اول بطوله افريقيا 98 ديت كنا كسبنا مجموعه الماتشين مع اوغندا، وصلنا لنهائيات افريقيا. طبعا كانت يعتبر اول بطوله لينا. كان ما فيش حد كان يسمع عن كره القدم النسائيه، او كانت بتتقابل الاول طبعا اكيد طبعا باستخفاف او كده، بس بدات دكتوره سحر بصراحه يعني في نشرها في جميع المحافظات. فكانت بتبدا مثلا زي مثلا ماتشات اهلي زمالك، ماتشات افريقيه، فكنا بنعمل ماتشات استعراضيه في الاول عشان نبين ان في حاجه اسمها كره قدم نسائيه. لما صعدنا نهائيات افريقيا بدات الناس تبص لكره القدم النسائيه. لما رجعنا عملنا انديه وبدات بقى المسيره في منتخب ناشئات، في منتخب كبير، الانديه كلها. بس طبعا للاسف الانديه الجماهيريه زي الاهلي او الزمالك ما كانش فيه. ليه بقى؟ ولغايه دلوقتي مش فيه. ليه بقى؟ انا هجي لك يا فرح، بس النقطه دي بالنسبه لي مسكت فيها عشان النقطه دي مجنناني. ليه اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد الانديه الجماهيريه؟ الاسماعيلي كان فيه. كان فيه. وكان من اول الانديه اللي تشارك، وكان ناس مهتمه جدا في الاسماعيليه بكره القدم. ليه الاهلي والزمالك مش موجودين؟ بص، هو اكيد ليهم اسبابهم. بس اكيد انت دلوقتي، انت زي ما بيقولوا كده ايه، انت من الناس القديمه قوي في الشغلانه بتاعت الكره النسائيه في مصر، فانت فاهمه ليه الناس تحب تشتغل كره نسائيه، وفاهمه برضو ليه الناس ما تحبش تشتغل كره نسائيه. ممكن يكونوا قلقانين مثلا من يبقى في ان هم ما يبقوش الرياده مثلا ليهم، ان يبقى في بعض الفشل او بعض ان ما يبقاش في اقبال. لكن انا اللي سمعته السنه اللي فاتت كابتن شطه عمل اول اكاديميه كره قدم نسائيه في الاهلي، ودي بدايه مبشره طبعا جدا. سمع ممكن الزمالك يبدا، الاسماعيلي النهارده بدا يرجع نشاط كره القدم النسائيه في مصر. لو الانديه الجماهيريه دي اشتركت، كره القدم النسائيه هتتغير 100% في مصر. هايل.